Hello guys, welcome to my channel. Let's learn English together. أهلا وسهلا بكم أعزائي في قناة لنتعلم الإنجليزية معا. اليوم إن شاء الله فيديو جديد لسنوات الثانية ثانوي نموذج امتحان الفصل الثاني. إذن لا تفوتوا الفيديو ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي باللايك والنقر على الجرس ليصلكم كل جديد. إضافة أن نموذج امتحان لنهار اليوم ستجدونه في صندوق الوصف. إذن بدون إطالة let's start لنبدأ. إذن النص يقول High above the Earth's atmosphere. إذن عاليا فوق جو الأرض. There is a thin veil. هناك حجاب رقيق. In the stratosphere. إذن في الطبقة العليا للغلاف الجوي. Stratosphere أعزائي هي الطبقة الأعلى الأبعد عن الأرض. Called the ozone layer. والتي نعرفها جميعا وهي الأوزون أو طبقة الأوزون. Ozone layer. ماذا تفعل؟ Which protects والتي تحمي the earth from the sun's destructive التي تحمي الأرض من أشعة الشمس المدمرة ultraviolet rays إذن وهي تسمى أيضا أو هذه الأشعة المدمرة هي تسمى بالأشعة فوق البنفسجية اختصارا UV rays إذن ultraviolet the protective layer إذن الطبقة المحمية is being damaged إذن الطبقة المحمية التي لدينا وهي طبقة الأوزون is being هي تكون دائما معرضة للدمار damaged معناها للدمار أو للخراب by chemicals إذن من طرف الكيماويات أو المواد الكيميائية known as chlorofluorocarbons إذن هذه الكيماويات تسمى حتى الكيماويات التي تتعرض لها طبقة الأوزون أيضا لها اسم chlorofluorocarbons CFCS إذن تسمى CFCS وهي الكيماويات التي تتعرض لها طبقة الأوزون which are released into the atmosphere by the daily use إذن متى تنتقل إلى طبقة إلى الجو أو كيف تنتقل إلى الجو عن طريق The daily use of such industrial and household products. إذن نحن في الكرة الأرضية لدينا أعمال، لدينا الفاكتوريز وهي المصانع، الأعمال الصناعية إضافة إلى الأعمال في البيت أو منتجات الأعمال في البيت. As مثل refrigerators مثل الثلاجات، air conditioners مثل المكيفات. Foam isolation إذا مزيلات أو الرغوات العازلة cleaning chemicals and food packaging إذا لدينا cleaning chemicals وهي المواد الكيميائية للتنظيف وحافظات الأكل أو الأطعمة The CFCs rise into the ozone layer where the sun light decomposes them releasing كلورين. إذن عندما تنتقل هذه الكيماويات ترتفع إلى طبقة الأوزون أين الشمس أو أشعة الشمس تحلل هذه المواد وتؤدي أو تنتج لنا كلورين. ما هو الكلورين الآن؟ الكلورين هو باللغة العربية الكلور. The chlorine attacks The ozone molecules. إذن هو يضرب أو يهاجم جزيئات طبقة الأوزون. ثانيا إذن قلنا أن المادة الكيماوية CFCs هي تنطلق إلى طبقة الأوزون وتدمر جزيئات الأوزون الرقيقة. Or making a hole in the ozone layer. أو تشكل لنا ثقب كبير في طبقة الأوزون. The hole allows more UV rise to reach the earth. إذن هذه أو هذا الثقب يسمح بالأشعة فوق البنفسجية بالوصول إلى الأرض. Over exposure to UV rays can increase. إذن التعرض المفرط لأشعة فوق البنفسجية can increase. ما معنى can increase؟ معناها يمكن أن تزيد the risk of skin cancer. إذن يمكن أن تزيد من خطر المرض بالسرطان weaken the immune إذن وأيضا ضعف
للجهاز المناعي and damage the retina. إذن أيضا وخراب الشبكة أو شبكة العين للإنسان. إذن كلها مخاطر على الإنسان. هنا نتحدث عن مخاطر الأشعة الفوق البنفسجية على الإنسان. But ولكن not only are humans at risk. ليس فقط الإنسان أو البشرية في خطر. So two are animals. أيضا هناك الحيوانات. Plants النباتات and environment والبيئة in general أي عموما. With the thinning of the ozone layer مع انخفاض أو رقة طبقة الأوزون UV rays can penetrate the oceans. ماذا تفعل أشعة الفوق البنفسجية؟ أيضا يمكن أن تخترق المحيطات. Seriously impairing the growth of plankton. إذن أيضا هي يمكن أن تساهم في ضعف نمو العوالق في البحار. An essential part of the marine life food chain. إضافة أو الشيء الأساسي أو الجزء الأساسي هو أن تخرب السلسلة الغذائية للحياة المائية أو الحياة في البحار. إذن food chain معناها السلسلة الغذائية. And can reduce the yield of economically important crops. إذن أيضا هي يمكن أن تعطل نمو الحقول والمحاصيل المحصول الاقتصادي في الأرض. Such as soybeans مثل فول الصويا هي تمنع من نمو المحصولات مثل فول الصويا. Cotton القطن and rice الأرز. الآن ننتقل إلى الأسئلة. 1. Choose the right answer. The test is إذا سأختار الإجابة الصحيحة. The test is A. Narrative B. Descriptive C. Expository. إذا ماذا نعني ب narrative؟ narrative معناها قصصي أي يروي حكاية أو novel أو etc. B. Descriptive أي يصف شيء ما شيء معين. Expository معناها تفسيري أو قد يكون حتى علمي. التفسير نستعمله في الأمور العلمية التي تتوالى أحداثها للوصول لشيء ما مثل ما لدينا في النص هنا. إذن الجواب هو Expository وهو تفسيري قلنا. وصفي Descriptive حتى تكون لديكم معلومة. Narrative معناها روائي أو قصصي. Number two, are the following statements true or false? هل هذه الجمل صحيحة أم خاطئة؟ A. CFCs protect the ozone layer. هل قلنا مادة CFCs تحمي طبقة الأوزون؟ لا، قلنا هي الكيماويات التي تتجمع من حياتنا اليومية ومن المصانع لتصعد إلى طبقة الأوزون وتشكل خطر أو تهديد عليها. إذن it is false. B. A hole in the ozone layer could cause skin cancer. إذن قلنا الثقب الذي يحدث في طبقة الأوزون يمكن أن يشكل مرض أو مرض سرطان الجلد وهذا صحيح. إذن قلنا أن أي تأثير في طبقة الأوزون يشكل على خطر على حياة الإنسان منها سرطان الجلد. إذن it's true. UV rays can harm plants and animals. إذن الأشعة الفوق البنفسجية يمكن أن تؤذي النباتات والحيوانات. إذن هذا صحيح. قلنا أنه ليس فقط على الإنسان الأشعة الفوق البنفسجية ليست فقط خطر على الإنسان وإنما أيضا على البيئة بصفة عامة. It is true. The all sun rays are good for health. إذن كل أشعة الشمس هي جيدة للصحة. هذا غير صحيح. قلنا أنه إذا مرت أو أشعة الشمس إذا مرت على ثقب الأوزون فهي تشكل خطر. It is false. إذن answer the following questions according to the test. إذن سأجيب على هذه الأسئلة حسب ما لدي في النص. A. What is the ozone layer? إذن ستعطي تعريف وهو في أول الفقرة. إذن تعريف أوزون لاير أو طبقة الأوزون.
is a thin veil in the stratosphere. هو حجاب رقيق في طبقة العليا الغلاف الجوي، قلنا اسمها stratosphere, which is above high, والتي هي فوق عاليا the earth's atmosphere, التي تكون عاليا في الجو أو جو الأرض. السؤال الثاني, what is happening to the ozone layer? إذن ماذا يحدث لطبقة الأوزون؟ The ozone layer is being damaged. إذا طبقة الأوزون هي دائما معرضة للخطر by chemicals, من طرف الكيماويات known as chlorofluorocarbons, التي معروفة بهذه التسمية أو كربون كلوروفلورو CFCs. C. Are the UV rays harmful for health? هل أشعة الفوق البنفسجية هي خطر على الصحة؟ إذن نعم، ذكرنا أنه إذا مرت هذه الأشعة عبر الثقب عبر the hole فهي تشكل خطر على الإنسان وعلى البيئة. إذن كيف نجيب؟ Yes, they are. إذا تكون الإجابة إجابة قصيرة. لماذا؟ لأن السؤال بدأ ب are. ماذا قلنا عندما نجد هذه الأفعال المساعدة؟ تكون الإجابة قصيرة أي yes or no questions. لذلك قلت yes they are, نعم إنها كذلك، لأنه ذكر بالصفة عامة الأشعة كلها. D. What are the effects of UV rays on the environment? إذن ينتبه جيدا، قال ما هي التأثيرات للأشعة الفوق البنفسجية على البيئة؟ ننتبه على البيئة. إذن وهي موجودة في الفقرة الأخيرة الرابعة. إذن the effects of UV rays on the environment, إذن تأثيرات الأشعة الفوق البنفسجية على البيئة, can penetrate the oceans, إذن يمكنها أن تخترق المحيطات, and impairing the growth of plankton, إذن ويمكنها أيضا أن تسبب في ضعف نمو العوالق, and the marine life food chain, وأيضا تفسد السلسلة الغذائية للبحار أو في الحياة في البحار. Reduce the yields of economically important crops such as soybeans, قلنا cotton, إضافة إلى الأرز. أيضا هي تفسد أو تقلل من منتوج المحاصيل الاقتصادية المهمة. الآن 4. In which paragraph is it mentioned that? إذن أين أو في أي فقرة تم التنويه لهذا؟ A. Man is responsible for the destruction of the ozone layer. إذن في أي فقرة ينوه على أن الإنسان هو المسؤول على تدمير طبقة الأوزون؟ إذن في الفقرة الثانية ذكر أن chemicals known as chlorofluorocarbons which are released into the atmosphere by the daily use of such industrial and household products. Paragraph 2. The whole effects all living creatures. إذن ثقب الأوزون يؤثر على جميع الكائنات الحية. أين ذكر هذا؟ إذن هنا ذكر أن الثقب هنا في الفقرة الثانية أنه يسمح للأشعة الفوق البنفسجية باختراق الأرض. ثم ذكر تأثيره على الإنسان في الفقرة الثالثة. ثم الفقرة الرابعة ذكر تأثيره على environment. Not only are humans at risk. إذن ليس فقط الإنسان في خطأ. So two are animals, plants and environment. إذن في الفقرة الرابعة. إذن paragraph number 4. الآن ننتقل إلى text exploration. 1. Find in the text words, expressions or phrases whose definitions follow. إذن لتجد في النص أو جد في النص ماذا؟ كلمات أو تعابير أو جمل التي تعرفها كالتالي. A. Defense. Defense ما معناها؟ أنا يدافع. And keep safe from harm. إذن والإبقاء آمنا من الأذى. سنجدها في الفقرة الأولى. إذن لدينا high above the earth's atmosphere. Earth's atmosphere. There is a thin veil in the stratosphere called the ozone layer which protects. إذن طبقة الأوزون تحمي
ومعنى أن تدافع وتبعد الخطر عن الأرض. إذن protect هو تعريف أو ذلك التعريف هو الخاص ب protect. إذن قلنا defense and keep safe from harm. Protect. Go approach and get higher. إذن الذهاب مباشرة، اذهب مباشرة وثم اصعد عاليا. إذن ما هو أو التعبير الذي في النص يعبر لنا عن هذا التعريف؟ إذن أخبرنا أنها موجودة في الفقرة الثانية. سنجد علينا أن نجد تعبير أو كلمة تدل على الارتفاع. قلنا The protective layer is being damaged by chemicals known as chlorofluorocarbons, CFCs, which are released into the atmosphere by the daily use of such industrial and household products as refrigerator or air conditioners, foam isolation, cleaning chemicals, and food packaging. These CFCs, ماذا يحدث؟ Rise into. إذن يرتفع باتجاه the ozone layer، باتجاه طبقة الأوزون. إذن rise معناها يرتفع أو يتصاعد. إذن قلنا rise أي يتصاعد، هنا يحمي وهنا يتصاعد. إذن number two، match words in column A with words in column B. إذن سنربط الكلمات الموجودة في الخانة A بالكلمات الموجودة B، ولكن حسب ماذا؟ To form synonyms لتشكيل مرادفات or opposites أو أضداد. إذا لدينا A thin، high thin معناها رقيق، high معناها عالي، allow معناها يسمح، rise معناها يرتفع أو يتصاعد، grow معناها ينمو، large معناها واسع، permit معناها يسمح، low معناها منخفض. إذا لدينا thin، thin معناها رقيق، إذا يمكن أن نربطها بسينونيم large. إذا سنربطها ب large، قريبة لها في المعنى. High معناها مرتفع، لدينا كلمة عكسها، قلنا سينونيم or opposites. إذا لدينا عكسها low معناها منخفض، allow معناها يسمح، permit معناها أيضا يسمح، rise يتصاعد، ويمكن أن نضعها مع grow أي ينمو أو يتصاعد. الآن ننتقل إلى number 3، complete the following table. إذن سنكمل الجدول التالي. لدي verb، noun، adjective. لدي هنا فعل سأحوله إلى اسم وأحوله إلى adjective صفة. to widen معناها يوسع. إذن noun نقول عنها with. إذن كيف تكتب؟ بهذا الشكل تكتب الجزء الأول ثم نضيف th، أي with معناها توسيع. adjective هي wide أي واسع، wide with and widen or to widen. الآن pollution، اسم pollution معناها تلوث، الفعل هو to pollute. Adjective هو polluted. Polluted أي ملوث. الآن protective، الاسم هو protection، سهلة جدا. Protection مألوفة لدينا أي حماية، هنا محمي. To protect هو الفعل، protect هو أي يحمي. Conservation، conservation أي محافظة أو يحافظ على الشيء أو محافظة. conservation هي نبدأ بالفعل هو to conserve. conserve بالنسبة للadjective هو conserved. أي محافظة. الآن ننتقل إلى number 4، النشاط الرابع. rewrite sentence B so that it's the same as sentence A. إذن سنكتب في كل جزء أو في كل رقم لدينا A and B.
سنحول جملة بي مثل أي ولكن بنفس المعنى ولكن ليس بنفس الطريقة. إذن لنرى The ozone layer protects the earth from UV rays. إذن طبقة الأوزون تحمي الأرض من ماذا؟ من أشعة الفوق البنفسجية. ما دام لدينا the earth والتي هي عبارة عن object أي مفعول به، أصبح لدينا في subject ماذا نتحدث أو عن ماذا نتحدث؟ The passive voice. لنحفظ جيدا قاعدة the passive voice. إذن تصبح إذن the earth is protected by the ozone layer. إذن الأرض محمية عن طريق طبقة الأوزون من أشعة الفوق البنفسجية. لنراجع جيدا قاعدة passive and active voice. سأضع في صندوق الوصف التلخيص الخاص بشرح كامل لهذا الدرس. Number two, you expose yourself to UV rays. إذن عرضت نفسك لأشعة فوق البنفسجية. You get a skin cancer. إذن ستحصل أو سيحدث لك سرطان الجلد. إذن هنا if you expose yourself to UV layer. إذن إذا عرضت نفسك لأشعة فوق البنفسجية you will get skin cancer. إذن سوف تحصل أو سوف يكون لديك ماذا؟ سرطان الجلد. إذن هذا بالنسبة لـ if هو conditional type 1 هو الشرط النوع الأول. Number 3 you put water in the freezer it freeze. إذن when إذن عندما إذن الجملة when you put water in the freezer إن عندما وضعت الماء في المجمد it was freezing كان مجمدا أي أنه كان مجمدا في ذلك الوقت الذي وضعت فيه الماء في المجمد. إذن من قواعد وين التي درستموها في المتوسط أنه عندما تدخل فإن الجملة الأولى التي بعدها مباشرة تكون في simple past ثم التي بعد الفاصلة تكون في past continuous. إذن تذكروا هذه القاعدة جيدا continuous. الآن for our environment should be protected. إذن لدينا هذه الصيغة should be protected هي الـ passive voice. إذن سنحول الجملة إلى active voice. We should protect our environment. أي جملة عادية يجب علينا حماية بيئتنا. عندما نحولها passive voice our environment should be protected. إذن بيئتنا يجب أن تحمى. إذن لدينا number 5A the chemicals have destroyed the ozone layer. إذن الكيماويات دمرت طبقة الأوزون. إذن الجملة تصبح the ozone layer have been destroyed by the chemicals. إذن قلنا أن the chemicals have destroyed the ozone layer هي جملة في active voice أي جملة عادية ولكن الفعل فيها في present perfect. إذن سنحول verb to be قلنا the ozone layer have been من أين أتت have been verb to be نحوله إلى present perfect ثم the verb الذي لدينا نحوله في past participle by the chemicals. إذن تصبح طبقة الأوزون تم تدميرها من طرف الكيماويات. الآن ننتقل إلى written expression وهو التعبير الكتابي. Choose one of the following topics. إذن اختر أحد الموضوعين. Topic 1 موضوع الأول using the following notes write composition about the causes and consequences of pollution. إذن استعمل هذه الملاحظات التي لديك ولنكتب فقرة حول ماذا؟ حول أسباب ونتائج التلوث. Cause or causes industry machines إذن الصناعة الآلات car exhausts انبعاثات السيارات technology garbage throwing chemical waste إذن technology التكنولوجيا رمي الأوساخ و تضيع أو نشر الكيماويات. الآن effects تأثيرات toxic gases and smoke إذن حساسية الغازات والدخان bad smell رائحة سيئة ugly sight منظر سيء أو مناظر سيئة بشعة destruction of environment تدمير البيئة diseases معناها الأمراض. إذن هنا سنستعمل الملاحظات ونشكل وضعية إدماجية. ستكون هذه الوضعية إدماجية إن شاء الله في الفيديو القادم مهمة جدا فقط تابعوني.
Topic 2. إذن الموضوع الثاني according to you. What are the measures that the government should take to protect the environment from pollution? إذن باختصار يطلب منك أن تضع الاحتياطات اللازمة التي يجب اتخاذها لحماية البيئة. كل هذا سنضعه في وضعية إدماجية واحدة ويمكنكم تطبيق كل وضعية حسب ما يكون لكم في الامتحان. إذن أعزائي بهذا نكون قد أنهينا الامتحان لنهار اليوم، إن شاء الله يكون مفيد لكم. إذا كان هناك أي استفسار فقط اتركوا لي في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي باللايك والنقر على الجرس ليصلكم كل جديد. كما قلت الفيديو القادم سيكون عبارة عن وضعية إدماجية مهمة جدا. إضافة النموذج ستجدونه في صندوق الوصف، اضغطوا على الرابط. إلى اللقاء، goodbye.